السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعي قناة فيوتشر كوين؟ بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن ميزة البي تو بي الخاصة بمنصة بايبيت. طبعا أصدقائي الميزة انفتحت من أيام قليلة، لن تتجاوز الشهر، إلى حد الآن ميزة مفيدة جدا لجميع مستخدمي منصة بايبيت. خليكم معنا أصدقائي لنهاية الفيديو راح تعرف طريقة استخدام ميزة البي تو بي على منصة بايبيت. أما بش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي. خليكم معنا أصدقائي لبعد الانترو. أولا أصدقائي بننتقل لباي كريبتو على منصة بايبيت، راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. تدخل على باي كريبتو بعد بي تو بي تريدينج زيرو فيز او صفر رسوم. طبعا بالبي تو بي على منصة باي بيت ما بتحتاج رسوم نهائيا، يعني بتشتري 10 دولار بتاخد 10 دولار، ما في اي رسوم. طبعا اصدقائي في عندك هاي العملات اللي بتقدر تشتري وتبيع عن طريقهم، مثلا اصدقائي خلينا نشوف اليو اس دي الامريكي، او خلينا نشوف اولا اصدقائي الجنيه المصري. طبعا عندي الجنيه المصري اصدقائي بقدر بشتري فيه عن طريق الفودافون كاش، عن طريق قطر ناشونال بنك، وعندي الفودافون كاش، وعندي البنك الاهلي المصري. هاي البنوك اصدقائي او هاي الطرق اللي انا بقدر بشتري فيها من منصة بايبيت. طبعا اصدقائي اول شيء عندي عملة اليو اس دي تي، عندي بيتكوين، اثيريوم، يو اس دي سي. هاي العملات اصدقائي بقدر بيعها وبشتريها عن طريق منصة بايبيت. طبعا عندي باي وعندي سيل. في حال انا بدي اشتري يو اس دي تي عن طريق البي تو بي بضغط على باي. طبعا عندي شخص واحد بمصر بده يبيع يو اس دي تي بسعر الواحد يو اس دي تي بسعر 23.75 قرش طبعا بالجنيه المصري. طبعا والسيل عندي كثير معاملات، عندي تقريبا 5 ولا 6 معاملات. عندي هاي المعاملات، عندي تقريبا 5 معاملات بيع. هذا الشخص اصدقائي معه هذا الشخص تقريبا 50,000 يو اس دي تي، سعر اليو اس دي تي 21 جنيه مصري، سعر رخيص جدا جدا. في بعض المعاملات بتحتاج لتوثيق بالكي واي سي ليفل 1، في بعض المعاملات ما بتحتاج. مثلا اصدقائي هذا الشخص بده يبيع عن طريق الفودافون كاش او بيرفكت ماني او بنك ترانسفورت اللي هي تبادلات البنكيه. طبعا اصدقائي هاي المعامله ما بتحتاج لتوثيق بالكي واي سي. هاي المعامله اصدقائي طبعا بتحتاج للكي واي سي. طبعا لما بتلاقي كلمة باي يو اس دي تي او سيل يو اس دي تي معناها ما في حاجة لتوثيق. واضح اصدقائي؟ طيب خلينا نغير العملة اصدقائي ونروح لليو اس دي الامريكي. طبعا الدولار الامريكي اصدقائي بينباع اليو اس دي تي مقابل دولار بسعر اغلى، يعني واحد يو اس دي تي بسعر يساوي 1.06 دولار للبيع، للشراء بيوصل الى 1 دولار، وتقريبا بيوصل الى 1.13 دولار ل الدولار الواحد. هذا الشخص بده يبيع الدولار اليو اس دي تي بدولار ونصف، يعني تخيل انت كل 10 دولار يو اس دي تي بتحتاج ل 15 دولار على وسائل الدفع اللي هو بيطلبها. في باي بال، في عندي بيرفكت ماني، باير، هاي المعاملات اللي بتقدر تستخدمها في اليو اس دي. طبعا عندي هذا الشخص بده يبيع كميه من اليو اس دي تي لكن اقل حد 15 دولار، هاي ما بحاجة توثيق بالكي واي سي، بضغط على باي ناو او باي يو اس دي تي. طبعا حدد الكمية اليو اس دي تي بدي اشتريها، مثلا انا بدي اشتري ب 10 يو اس دي تي بتكلفني تقريبا 13 دولار عن طريق المعاملات اللي هو بيطلبها. طبعا اقل حد هو ببيع ب 15 دولار، يعني انا خليني اشتري مثلا خلينا نقول ب 20 دولار، يعني تقريبا ب 26 دولار تكلفتهم. بضغط على باي وبنتقل لصفحة الدفع. طبعا هو عنده طريقة دفع واحدة اللي هي عن طريق وايز. طبعا هذا اسمه او هذا اكونت البنك الخاص فيه، وهذا الاسم على البنك. انا تلقائيا بروح برسل 26 دولار من البنك، بحتفظ بصورة من الايصال الارسال. هو معه 15 دقيقة لحتى يرد على الطلب الخاص فيني. طبعا مجرد ما اقوم بالدفع اصدقائي بضغط على بايمنت كومبليت، يعني انا اكتمل دفع من اتجاهي. طبعا هو مجرد ما يستلم المبلغ بيقول اكتمل عملية الشراء. طبعا وبياخذوا مني اليو اس دي وبيعطوني اليو اس دي تي. طبعا اصدقائي ما في اي مجال للاحتيال او التلاعب على منصة بايبيت. ليش وكيف طريقة الحماية الاصول؟
طريقة حماية الأصول كالتالي أصدقائي، أنا بحتفظ بإشعار من الإرسال، إذا هو لم يظهر على بايمنت كومبليت أو تلاعب وقال أنا ما وصلني شيء، بقدر أرسل له الإشعار ويتم سحب اليو اس دي تي منه طبعا وإرساله إلى محفظتي. طبعا هو لما بيعرض مبلغ للبيع بيتم تجميد المبلغ لحتى تكتمل عملية الشراء، هو مثلا حدد كمية شراء 30 يو اس دي تي أو أنا بدي بيع 30 دولار يو اس دي تي، بيتم تجميد 30 دولار يو اس دي تي حتى ما يقدر يسحبهم إلا عند انتهاء المعاملة. أنا لما ما بدي بيع بعمل إلغاء الطلب وبترجع بفك التجميد عن هذا المبلغ. يعني هذا الشخص حاليا بده يبيع مثلا 700 دولار يو اس دي تي مجمدات 700 دولار، مجرد ما اشتري منه انا ب 20 دولار يو اس دي تي وبحول له 26 دولار وبرسل له الاشعار للمنصه، اذا هو وافق على الشراء وقال له للمنصه انا اشتريت بياخذوا منه اليو اس دي تي وبيعطوه اليو اس دي، لكن اذا هو تلاعب بياخذوا منه اليو اس دي تي اجبارا وبرسلوه لمحفظتي. طبعا تبقى النقود مجمده لمده 24 ساعه حتى تتم التاكد من عمليه الشراء تكون نظاميه 100%. شو بالنسبه للبيع اصدقائي، بالنسبه للبيع اصدقائي عندي بي تو بي يوزر سنتر، بضغط على بي تو بي يوزر سنتر، طبعا بقدر اعدل الاسم الخاص فيني وبقدر اضيف وسيله الدفع، يعني طريقه الدفع انا بقبلها ضيفها هون، مثلا فودافون كاش لاخوتنا اللي بمصر، بضغط على فودافون كاش طبعا وبضيف بياناتي على الفودافون كاش وبصير بستلم عن طريق الفودافون كاش. يعني انا معي 100 دولار يو اس دي تي بدي بيعهم، برسل لي الشخص فودافون كاش وانا برسل له يو اس دي تي، طبعا الوسيط رح تكون المنصه. طبعا في كثير طرق دفع تانية، مثلا عندي باي بال، وعندي كمان الميزه الجميله هي جوجل باي، يعني بيقدر الاشخاص يرسلوا لك عن طريق رصيد جوجل بلاي على حسابك على جوجل باي. أصدقائي نكون وصلنا هذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون مفيد، لا تنسى تشترك بالقناة، فازر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.